فيكم أصدقائي، عم نطلع عليكم أنا وريمبو بيوم جديد، تحديات جديدة، وأكيد لازم أذكركم أنه اليوم فرصتكم الأخيرة لحتى تشاركونا وتكتبوا اتصالاتكم لتقدروا تدخلوا معنا السحب نهار الخميس، تكونوا نجوم الأسبوع ومن بين الرابحين. أصدقائي، هديتنا هذا الأسبوع عبارة عن فاوتشر لأربع أشخاص، وهو رحلة برمائية تبدأ وبتنتهي من مركز برج مال موجود بإمارة دبي. رح نعرف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول هو أحد الأنهار الكبيرة في جنوب غرب آسيا، ينبع من تركيا ويتألف من نهرين هما مورادسو وقراسو، والنهران يجريان في اتجاه الغرب إلى سلسلة جبال طوروس الجنوبية، حيث يمر في الأراضي السورية ثم العراق ليصب بعدها في الخليج العربي. ما هو النهر الذي يتألف من النهرين مورادسو وقراسو ويصب في الخليج العربي؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول هو أحد الأنهار الكبيرة في جنوب غرب آسيا، ينبع من تركيا ويتألف من نهرين هما مورادسو وقراسو، والنهران يجريان في اتجاه الغرب إلى سلسلة جبال طوروس الجنوبية، حيث يمر في الأراضي السورية ثم العراق ليصب بعدها في الخليج العربي. ما هو النهر الذي يتألف من النهرين مورادسو وقراسو ويصب في الخليج العربي؟ فكروا كتير منيح أصدقائي. رح ناخد أول اتصال ونقول ألو. ألو، اهلا اهلا، كيفك حليمه؟ الحمد لله، انت كيفك؟ الحمد لله انا تمام. خبريني صديقتي، قدرتي تعرفي شو الجواب؟ ايه، نهر الفرات. مساعده ولا بدون مساعده؟ بدون، انا اعرف. اوكي، فاطمه رح تشارك؟ ايه، موجود بالعراق. موجود بالعراق؟ ايه. وكمان بلد؟ ايه. شو البلد الثاني؟ العراق و سو العراق وشو؟ سو؟ سوريا. اوكي، فاطمة رح تشارك؟ ايه. يلا تمام. الو؟ اهلا اهلا فاطمة، كيفك؟ الحمد لله، كيفك؟ الحمد لله تمام. خبريني صديقتي شو الجواب؟ نهر الفرات. كمان بدون مساعدة؟ بدون. شكرا لكم صديقاتي حليمة وفاطمة. نهر الفرات، يا ترى يا أصدقائي إجاباتهم صحيحة ولا لا؟ لازم نستنى نهاية الوقت لحتى ريمبو يخبرنا شو الجواب الصحيح. هلا حليمة عطتكم كمان شوية معلومات، قالت لكم إنه هذا النهر موجود بالعراق وسوريا أوكي، بس هاي المعلومة. أنا كمان بقدر زيد عليكم شوية معلومات، بتقول هو أحد الأنهار الكبيرة في جنوب غرب آسيا، ينبع من تركيا ويتألف من نهرين هما مورادسو وقراسو، والنهران يجريان في اتجاه الغرب إلى سلسلة جبال طوروس الجنوبية، حيث يمر في الأراضي السورية ثم العراق ليصب بعدها في الخليج العربي. رح ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو ألو، مين معي؟ ندى. اهلا وسهلا ندى، كيفك؟ الحمد لله. زمان كثير ما اتصلتي فينا، نسيتينا؟ عشان انا كنت مسافره. شو كنتي؟ مسافره. الحمد لله على السلامه صديقتي. خبريني قدرتي توصلي للجواب؟ اه. شو؟ نهر الفرات. حد عم يساعدك؟ اه. مين، الماما؟ آه. الله يحفظها، وشكرا لك ندى، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه صديقتي. صار عنا حليمه وفاطمه وندى، قالوا انه الجواب نهر الفرات. لحتى نتاكد من الجواب كثير منيح لازم نستنى هذا الوقت الخاص بهذا السؤال لحتى ينتهي، ونشوف ريمبو شو راح يقولوا اذا بيوافقوا الراي او لا. رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو الو. سارة. اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني سارة شو الجواب؟ نهر الفرات. مساعدة ولا بدون مساعدة؟ مساعدة. مين؟ عمتي. شكرا لك سارة. مين كمان رح يشارك؟ عاملة وسيف. اوكي. الو الو. اهلا اهلا سيف، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني شو الجواب؟ نهر الفرات. اكيد. الو 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 نوار. مو آمنة صح؟ ايه. آمنة؟ ايه. كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو الجواب؟ نهر الفرات. أكيد آمنة؟ أكيد. شكرا لك. موزة صح؟ صح؟ ايه. كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو الجواب؟
نهر فرات. أكيد أكيد. شكرا لك صديقتي. في حدا كمان رح يشارك؟ مين؟ سعيد. أهلا وسهلا سعيد، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبرني صديقي شو الجواب؟ نهر الفرات. الفرات صح؟ صح. أوكي، مين كمان؟ ألو؟ عذيبة. أهلا وسهلا، كيفك اليوم يا صديقتي؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله تمام. خبريني شو الجواب؟ نهر الفرات. 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 كيف عرفتي؟ خبريني، لشوف جوجل؟ لا. شو؟ من السارة وهذه. أوكي، شكرا لكم أصدقائي. في حدا كمان؟ ألو؟ ألو؟ هنية. أهلا وسهلا هنية، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله تمام. خبريني شو الجواب؟ نهر الفرات. الفرات صح؟ صح. أوكي. أحمد بشارك. تمام. ألو. أهلا أهلا أحمد، كيفك يا صديقي؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني شو الجواب؟ نهر الفرات. الفرات. شكرا لكم أصدقائي، قدرت أخذ كل إجاباتكم. نهر الفرات. يا ترى الصح أو خطأ؟ لازم نستنى نهاية الوقت، وانتبهوا أصدقائي نقربنا كتير لنهاية الوقت. إذا لسه في حد عارف الجواب يلحق بسرعة يتصل فينا. للأسف بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول: ما هو النهر الذي يتألف من النهرين مراتسو وقرصو ويصف في الخليج العربي؟ والجواب أكيد صح، نهر الفرات. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة، ورح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون البنفسجي، وهاللون بيقول: من أهم المعادن الأساسية الذي يساعد في بناء الأسنان ومنع تكسيرها وحمايتها من التساقط، ويعمل على بناء العظام وزيادة كثافتها ومنع الإصابة بالهشاشة أو لين العظام عند الأطفال والكبار. يتواجد في معظم أنواع الخضار والفواكه والحبوب والبقوليات ومشتقات الألبان. ما هو المعدن المهم الذي يساعد على بناء العظام وكثافتها عند الإنسان؟ رح أرجع أكرر عليكم سؤالنا، بيقول: من أهم المعادن الأساسية الذي يساعد في بناء الأسنان ومنع تكسيرها وحمايتها من التساقط، ويعمل على بناء العظام وزيادة كثافتها ومنع الإصابة بالهشاشة أو لين العظام عند الأطفال والكبار. يتواجد في معظم أنواع الخضار والفواكه والحبوب والبقوليات ومشتقات الألبان. ما هو المعدن المهم الذي يساعد على بناء العظام وكثافتها عند الإنسان؟ فكروا كتير منيح أصدقائي. إذا ما كنتوا عارفين اسم هالمعدن أكيد بتقدروا تطلبوا المساعدة من الموجودين معكم وكمان من جوجل حتى تقدروا توصلوا للجواب الصحيح. فكروا كتير منيح وهيك تذكروا. أنا حاسة إنه أنتوا بتعرفوا اسم هذا المعدن، أكيد مارق معكم، أكيد مثلا البابا والماما خبروكم نحن ليش لازم نشرب حليب. فكروا كتير منيح. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو ألو. أهلا أهلا سارة، صح؟ أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ كالسيوم. كيف عرفتي؟ شو؟ أمي. الله يحفظها. سارة في حدا رح يشارك كمان؟ أخوي. أوكي. ألو 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 يا أخو سارة. ألو. وينك؟ ألو ألو. مين معي؟ حليمة. قطع الخط مع سارة؟ أوكي، شكرا لسارة على مشاركتها وأهلا وسهلا فيك حليمة من جديد. خبريني شو الجواب؟ كالسيوم. سي إيه معدن في كالسيوم. يا سلام، عم تحكي لي الرمز كمان. خبريني مين قال لك؟ ولا أنت بتعرفي؟ أنا بروحي، أنا لحالي. أوكي، شكرا لك صديقتي المجتهدة. خبريني فاطمة رح تشارك؟ يلا تمام. ألو. أهلا أهلا فاطمة، خبريني شو الجواب؟ كالسيوم. وأكيد صح؟ يون أكيد. يا سلام، شكرا لكم حليمة وفاطمة، وأكيد كمان مرة شكرا لسارة. شاركونا صديقاتنا الثلاثة وكانت إجاباتهم الكالسيوم. رح نعرف أكيد الجواب الصحيح بنهاية الوقت، بس هلأ معنا اتصال ولازم نقول ألو ألو ألو.
اهلا اهلا ندى. ايوه اوكي، خبريني ندى شو الجواب؟ الكالسيوم. كمان هالمره الماما ساعدتك؟ أوه. شكرا للماما وشكرا لك ندى. اذا كنتي ان شاء الله من نجوم الاسبوع وربحتي لازم ماما تكون اول وحده موجوده معك بهي الرحله البرمائيه اللي بتبدا وبتنتهي من مركز برج مال موجود باماره دبي. وعلى سيره الجائزه انا وريمبو لازم نسمع صوت نجمه الاسبوع صديقتنا فرح ولينا وحمزه. انا وريمبو عم نستناكم، معنا اتصال جديد ومنقول الو. الو مرحبا، مين معي؟ مشايخ. اهلا وسهلا فيكي صديقتي، كيفك اليوم؟ خير الحمد لله. خبريني مشايخ شو الجواب؟ الكالسيوم. اكيد هي اكيد. شكرا لك يا صديقتي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. مشايخ انضمت لنا هلا بهذا السؤال لليوم، اكيد انا وريمو بتمنى تضلك عم تشاركينا بكل الاسئله لحتى تستغلي الفرصه وتقدري تدخلي السحب نهار الخميس وتكوني نجمه الاسبوع ومن بين الرابحين. فكروا كثير منيح اصدقائي، رح ارجع كرر عليكم شويه معلومات كان مخبيها ريمبو. بتقول من اهم المعادن الاساسيه الذي يساعد في بناء الاسنان ومنع تكسيرها وحمايتها من التساقط، ويعمل على بناء العظام وزياده كثافتها ومنع الإصابة بالهشاشة أو لين العظام عند الأطفال والكبار. يتواجد في معظم أنواع الخضار والفواكه والحبوب والبقوليات ومشتقات الألبان. ما هو المعدن المهم الذي يساعد على بناء العظام وكثافتها عند الإنسان؟ رح نأخذ اتصال ونقول ألو. ألو 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 آمنة. أهلا وسهلا فيكي من جديد، خبريني آمنة شو الجواب؟ كالسيوم. مين ساعدك، عذيبة ولا جوجل؟ لا احنا عذيبة. اوكي شكرا لك آمنة. مين كمان رح يشارك؟ الو الو مين؟ سارة؟ هنية. هنية اهلا وسهلا فيكي، خبريني شو الجواب؟ كالسيوم. اكيد صح. الو الو اوكي معناتها اكيد. سيف سعيد سارة. سارة اهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ الكالسيوم. طب مين كمان رح يشارك؟ الو موزة اهلا وسهلا، خبرين صديقتي شو جوابك؟ الكالسيوم. شكرا، كأنه مو موزة صح؟ مين كمان؟ الو مين معي؟ موزة. اوكي هلا موزة اهلا وسهلا فيكي، خبريني شو جوابك؟ كالسيوم. شكرا لك صديقتي، يلا مين كمان؟ الو مين معي؟ سيف سعيد. سعيد اهلا وسهلا، خبرني شو جوابك؟ كالسيوم. متاكد؟ متاكد. مين كمان؟ يلا الو عذيبه. اهلا وسهلا فيكي، خبرين صديقتي شو الجواب؟ كالسيوم. اكيد صح. اكيد احمد بيشارك. الو ايوه احمد، خبرني صديقتي شو الجواب؟ الكالسيوم. متاكد؟ متاكد. سيف شكرا بيشارك. اوكي يلا بسرعه. الو ايوه سيف، خبرني بكل حماس شو الجواب؟ يلا كالسيوم. شكرا لكم اصدقائي، قدرت اخذ كل اجاباتكم. بدا العد التنازلي الخاص بهذا السؤال وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هو المعدن المهم الذي يساعد على بناء العظام وكثافتها عند الانسان، والجواب اكيد صح الكالسيوم. الف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، اجاباتكم كانت صحيحه. وريمبو لسه بخبي معلومات بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. بدي أذكركم تفكروا كتير منيح وتستغلوا كل الفرص وكل الأسئلة وتتواصلوا معنا لحتى يكون عندكم فرصة أكبر تكونوا نجوم الأسبوع ومن بين الرابحين. رح نعرف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأصفر، وهاللون بيقول هو باحث مسلم كان رحالة وفيلسوفا وفلكيا وجغرافيا وجيولوجيا ورياضيا وصيدليا ومؤرخا ومترجما لثقافات الهند. وصف بأنه من بين أعظم العقول التي عرفتها الثقافة الإسلامية، وهو أول من قال أن الأرض تدور حول محورها. صنف كتبا تربو عن الماء تزيد عن الماء والعشرين. من هو الباحث المسلم الذي كان مترجما لثقافات الهند؟ رح ارجع اكرر عليكم اصدقائي، سؤالنا بيقول
هو باحث مسلم كان رحالة وفيلسوفا وفلكيا وجغرافيا وجيولوجيا ورياضيا وصيدليا ومؤرخا ومترجما لثقافات الهند. وصف بأنه من بين أعظم العقول التي عرفتها الثقافة الإسلامية، وهو أول من قال أن الأرض تدور حول محورها. صنف كتبا تزيد عن 120. من هو الباحث المسلم الذي كان مترجما لثقافات الهند؟ فكروا كثير منيح أصدقائي واسألوا جوجل بسرعة، لأنه أتوقع أنه هاي المعلومة بدها هيك شوية بحث. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. أيوة يا صديقتي، دائما منقذتنا حليمة، خبريني شو الجواب. ممكن ابن هاي. أوكي شوفي، هو مش ابن، هو أبو. لا أبو شو؟ أبو أبو جوجل وين؟ طيب اسألي بسرعة، من هو الباحث المسلم الذي كان مترجما لثقافات الهند؟ ما يطلع. من هو؟ اي شو؟ خلاص انا وارفه اتصلي. اوكي شكرا لك حليمه، يعني كنت مفكره هيك رح تعطينا جواب وتنقذينا تكوني اول المشاركين، بس مو مشكله، لسه معنا شويه وقت، بتقدري تسالي جوجل على هدوء وشوي شوي تاخذي منه الجواب وتتاكدي انه صحيح وتتصلي فينا. لحليمه ولكل اصدقائنا، اذا حابين تسالوا جوجل فيكم تسالوه من هو الباحث المسلم الذي كان مترجما لثقافات الهند. فكروا كتير منيح أصدقائي، السؤال واضح بالنسبة لجوجل، يمكن فيكن تكتبوه بوضوح. تذكروا أنه جائزتنا هذا الأسبوع هي عبارة عن فاوتشر لأربع أشخاص، وهي رحلة برمائية تبدأ وبتنتهي من مركز برج مال موجود بإمارة دبي. رحلة كتير حلوة ومميزة، بتكون قضيتوا فيها كمان ويكند مميز. فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم. أنا وريمبو كتير متحمسين أول شيء لحتى تكون نجمة الأسبوع صديقتنا فرح معنا بالاستوديو، ونعرف ونتعرف عليها أكيد ونعرفكم عليها، ونعرف مين كمان نجم الأسبوع القادم رح يكون، ومين هيك أكتر حدا فكر واتصل وشاركنا. فكروا كتير منيح أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم واستغلوا الوقت اليوم، الوقت عم يمشي. سؤالنا بيقول من هو الباحث المسلم الذي كان مترجما لثقافات الهند؟ فكروا أصدقائي، اسألوا الموجودين معكم واسألوا جوجل. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو 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 ألو. شكله انقطع الاتصال اصدقائي، فكروا كثير منيح، انا حسيتكم خفتوا من السؤال، بس السؤال كثير سهل، اذا سالتوه على جوجل او سالتوا هيك حدا من اللي عم يحضرنا يمكن يقدر يوصل للجواب. رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو الو. اهلا اهلا ندى. ايوه خبريني، عرفتي شو الجواب؟ شو؟ ابو ريحان البيروني. طب كيف عرفتي؟ من ماما. شكرا للماما وشكرا لك صديقتي ندى، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه، ابو ريحان البيروني. هيك كانت اجابه ندى، يا ترى انتم اصدقائي رح تستفيدوا من ندى تاخذوا الاجابه وتتاكدوا، ولا عندكم اجابات ثانيه؟ لسه معكم شويه وقت تقدروا من خلاله تتواصلوا معنا. رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو الو. اهلا اهلا، مين معي؟ امنه. اهلا وسهلا امنه من جديد، خبريني شو جوابك؟ أبو ريحان. إيه؟ البيروني صح؟ البيروني. أوكي، في حدا رح يشارك؟ إيه. يلا تمام. ألو ألو. سارة. سارة، أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ أبو ريحان البيروني. شكراً إلك صديقتي، مين كمان؟ ألو. موزة. سيف سيف سيف، أهلا وسهلا، خبرني سيف شو جوابك؟ أبو ريحان البيروني. أكيد أكيد. شكراً إلك صديقي، مين كمان؟ ألو. سعيد؟ لا. هنية؟ آمنة؟ موزة؟ إيه. أوكي أهلا وسهلا موزة، خبرين شو جوابك؟ أبو ريحان البيروني. أبو أوكي ريحان البيروني.
شكرا لك صديقتي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. مين لسه من الاصدقاء؟ اتصال جديد وبنقول الو. ايوه. مين معي؟ مشايخ. اهلا وسهلا فيك مشايخ من جديد، خبريني شو جوابك. ابو ريحان البيروني صح؟ هي. كيف عرفتي طيب؟ جوجل ولا؟ اوكي شكرا لك مشايخ، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. اتصال جديد وبنقول الو. الو. مرحبا مين معي؟ ساره. اهلا وسهلا ساره، خبريني شو جوابك بسرعه. ابو ريحان البيروني. شكرا لكم اصدقائي، قدرت اخذ اجاباتكم، وللاسف بدا العد التنازلي وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول من هو الباحث المسلم الذي كان مترجما لثقافات الهند؟ والجواب اكيد صح، ابو الريحان البيروني. الف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل اجاباتكم كانت صحيحه اصدقائي، وريمبو لسه مخبي معلومات، لهيك لازم نقول ابدا يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا اصدقائي وقف عند اللون الاحمر، وهاللون بيقول هو حيوان صغير الحجم من الثدييات، ينتمي إلى فصيلة الجرابيات، يعتبر من أغرب الحيوانات في العالم، حيث ينشط ليلاً، يعيش في أستراليا غينيا الجديدة وبعض الجزر المحيطة كجزيرة سولاويسي. اشتق اسمه من اسم حيوان آخر ينتمي إلى نفس الفصيلة يدعى بالأوبوسوم. ما اسم الحيوان الذي اشتق اسمه من حيوان آخر يدعى الأوبوسوم؟ فكروا أصدقائي، رح أرجع كرر عليكم، اللون الأحمر بيقول هو حيوان صغير الحجم من الثدييات، ينتمي إلى فصيلة الجرابيات، يعتبر من أغرب الحيوانات بالعالم، حيث ينشط ليلاً، يعيش في أستراليا غينيا الجديدة وبعض الجزر المحيطة كجزيرة سولاويسي. اشتق اسمه من حيوان آخر ينتمي إلى نفس الفصيلة يدعى بالأوبوسوم. ما اسم الحيوان الذي اشتق اسمه من حيوان آخر يدعى الأوبوسوم؟ فكروا أصدقائي، أنا ما بعرف هاي المعلومة، لهيك عم استنى منكم الإجابات. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا وسهلا حليمة، لا تقولي بدك تجاوبي على السؤال اللي قبل. ما بعرف. شو ما بتعرفي؟ اللي قبله ما عرفتي؟ لا ما عرفت. استني، هو كان سؤالنا من هو الباحث المسلم الذي كان مترجما لثقافات الهند؟ والجواب أبو الريحان البيروني اسمه. أنت بتعرفي أسماء المخترعين، لازم ضلك متذكرتي. لا بس ما بعرفه. أوكي طيب، عرفتي سؤالنا هلأ؟ هي. شو؟ أبوسوم هو الفار. شوفي هلأ، هو اسمه الأوبوسوم. الأوبوسوم أي الحيوان اللي أنا عم بحكي عنه مشتق من اسمه. هو يعني نفس تشكيلة الحروف هيك، نفس الفار. شوفي الصراحة أنا ما بعرف هاي المعلومة، لهيك عم بستنى منكم تشوفوا أنتوا شو الإجابات تخبروني إياها، ونوصل أنا وياكم لنهاية الوقت لنعرف شو الجواب الصح. أوكي هلأ رح أخذ الإجابة، إن شاء الله تكون صحيحة، بتصدقيني أنا ما بعرفها. رح تجاوب فاطمة شيء أو عندها شي جواب مثلا ثاني أو نفس الجواب؟ لا. يعني ما رح تشارك؟ لا. أوكي شكرا لك حليمة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة، وبتمنى الصراحة وأقدر أنا وياكي وباقي الأصدقاء نعرف شو الجواب الصحيح. رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول ما اسم الحيوان الذي اشتق اسمه من حيوان آخر يدعى الأوبوسوم؟ شاركتنا صديقة البرنامج حليمة، كانوا أنا قلت لك شكرا لك فاطمة. أوكي شاركتنا صديقة البرنامج حليمة، وكانت إجابتها إنه هذا الحيوان بيشبه الفار. ما بعرف، إن شاء الله تكون الجواب صحيح. أكيد أنتوا أصدقائي إذا عندكم إجابات ثانية أو نفس الإجابة بتقدروا تشاركونا. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. مين معي؟ سيف. أهلا وسهلا سيف، خبرني شو الجواب. الهمكلو. متأكد؟ شو؟ شو سيف متأكد؟ لا. لا. طيب في حدا رح يشارك عنده مثلا جواب ثاني؟ خلينا نجمع اكبر عدد ممكن من الاجابات. اوكي لحظه. ان شاء الله بلكي هيك شي جواب يكون هو الصحيح. الو. ايوه مين معي؟ امنه. اهلا وسهلا امنه، خبريني شو جوابك. الفار. مثل جواب حليمه. طيب رح اخذ اجاباتكم، ان شاء الله تكون صحيحه. في حدا كمان رح يشارك؟ مين؟
الو الو سارة؟ ايه اهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ الفقر كمان، اوكي، ان شاء الله يكون الجواب صحيح، في حدا كمان رح يشارك؟ الو سعيد؟ ايه اهلا وسهلا، خبرني شو الجواب؟ الفقر اوكي، عم تتكرر نفس الاجابات، ان شاء الله تكون صحيحه يا اصدقائي، مين لسه رح يشاركنا؟ فكروا كثير منيح اصدقائي، الو 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 كانه الشله بعدهم معي، مين معي هلا؟ هنية؟ مين؟ اصدقائي الو انقطع الاتصال، باقي الشله انا ورينبو عم نستنى اجاباتكم، واكيد كمان باقي الاصدقاء المشاهدين، فكروا كثير منيح، حاولوا شوي هيك تعملوا سيرش سريع على جوجل، تسالوا الموجودين معكم ما اسم الحيوان الذي اشتق اسمه من حيوان اخر يدعى الاوبوسوم. رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو الو. اهلا اهلا ندى، خبريني قدرتي توصل للجواب؟ شو؟ الغزال. اوكي، هلا صار عندنا كثير اجابات وكثير بعاد عن بعض، يعني عندنا الفار والهامتر والغزال. طيب متأكدة؟ شو؟ متأكدة انه الغزال ولا مو كثير متأكدة؟ لا متأكدة. طيب شكرا لك صديقتي ندى، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة. صار عندنا كثير اجابات اصدقائي، فكروا كثير منيح، رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو 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 فاطمة؟ ايه اهلا وسهلا، خبريني وصلتي شي لشو لشي جواب؟ كنغر يمكن. الكنغر، اوكي، ان شاء الله ما بعرف، شكرا لك فاطمة، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة، الصراحة يا اصدقائي انا كنت بتمنى لو بعرف الجواب اقدر ساعدكم شوي، بس صدقا انا هالمرة ما بعرف شو الجواب. بدأ العد التنازلي أصدقائي وصار عندنا مجموعة من الإجابات، انتهى الوقت. سؤالنا بيقول ما اسم الحيوان الذي اشتق اسمه من حيوان آخر يدعى الأوبوسوم؟ والجواب حيوان البوسوم، يعني تقريبا نفس الاسم بس لغينا كم حرف. شكرا لكل الأصدقاء اللي شاركوا معنا، أنا كثير انبسطت أنكم حاولتوا واجتهدتوا لتوصلوا للحل. أكيد لسه عندكم فرصة، أنا ورينبو رح نطلع بريك صغير نرجع لكم. رجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل الجزء الأخير من حلقتنا لليوم بعد ما عرفنا الجواب اللي كان مخبينا يا رينبو بالسؤال اللي راح. هلأ عندكم فرصة جديدة وأتمنى يكون سؤال سهل، لهيك فكروا كتير منيح، كتفوا اتصالاتكم وشاركوني، رح نعرف رينبو شو مخبي ونقول ابدأ يا رينبو. رينبو ستوب. رينبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، تتبع للسلطة القضائية، رمزها هو ميزان العدالة، وتتدرج إلى ثلاثة درجات، أولها البداية، وثانيها الاستئناف، وثالثها التمييز، والتي يطلق عليها في بعض الدول العليا. ماذا يسمى المقر الذي يتقاضى فيه المتخاصمون ورمزه ميزان العدالة؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، اللون الأزرق بيقول مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، تتبع للسلطة القضائية، رمزها هو ميزان العدالة، وتتدرج إلى ثلاثة درجات، أولها البداية، ثانيها الاستئناف، وثالثها التمييز، والتي يطلق عليها في بعض الدول العليا. ماذا يسمى المقر الذي يتقاضى فيه المتخاصمون ورمزه ميزان العدالة؟ سؤالنا كتير سهل، رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا أهلا، خبريني عرفتي الجواب؟ هي. شو؟ المحكمة. ومتأكدة؟ متأكدة. شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ هي. اوكي. حليمة كأنه ما عندك كثير نشاط اليوم. الو؟ ايوه فاطمة، اهلا وسهلا فيك من جديد، خبريني شو الجواب؟ محكمة. اكيد صح؟ مليون اكيد. شكرا لكم صديقاتي حليمة وفاطمة، لا تنسوا تشاركوني نهار الخميس وتكونوا كالعادة أصدقاء البرنامج مجتهدين دائماً والمشاركين معنا بكل سؤال. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم، شاركونا حليمة وفاطمة وكانت إجاباتهم المحكمة.
السؤال كتير سهل، رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو ألو ألو، مين معي؟ آمنة. أهلا وسهلا صديقتي، خبريني شو جواب المحكمة. أكيد مليون أكيد. يا سلام، مليون شكرا. مين كمان رح يشارك؟ ألو سيف. أهلا وسهلا فيك، خبرني شو الجواب المحكمة. أكيد أكيدين ونص. أوكي، مين كمان رح يشارك؟ يلا ألو موزة. إيه خبريني صديقتي شو الجواب المحكمة. أوكي ما أوكي كما صح. شكراً لك موزة. مين كمان؟ لو سعيد صح؟ صح. خبرني شو الجواب المحكمة. ومتأكد؟ متأكد. أوكي شكراً لك سعيد. مين ألو كمان؟ ألو سارة. سارة أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب المحكمة. شكراً لك سارة. مين كمان؟ ألو أوكي أنا رح أتذكر، أنا رح آمنة. ها؟ آمنة؟ لا هنية. هنية آمنة هنية، صوتكم كتير بيشبهوا بعض. أوكي هنية خبريني شو الجواب المحكمة. أكيد أكيد. شكراً إليك. مين كمان؟ باقي عذيبة وأحمد صح؟ ألو عذيبة؟ هيه. أهلا وسهلا، خبريني شو جوابك المحكمة. شكراً إليك صديقتي. في حدا كمان رح يشارك؟ هيه. ألو أحمد؟ هيه. أهلا وسهلا، خبرني يا صديقي شو الجواب المحكمة. مليونين أكيد. يا سلام، مليونين. شكراً لكل الشلة أصدقائي المجتهدين اللي دايماً بيشاركونا ودايماً بتكون إجاباتكم صحيحة. شكراً لمشاركاتكم معنا. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو أهلاً أهلاً ندى، خبريني شو جواب المحكمة. الماما ساعدتك ولا أنت بتعرفي؟ ماما قالت ساعدتك. شكراً للماما وشكراً إلك ندى، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وتكوني نجمة الأسبوع الأسبوع ومن بين الرابحين معنا، وتقدري كمان تجي معنا على الاستوديو لحتى أنه ولكن نسحب اسم الرابح. مين كمان لسه من الرابحين رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم، شاركوني كل إجاباتكم لحتى يكون عندكم فرصة تقدر تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا نجوم الأسبوع. فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم، هاي فرصتكم الأخيرة لحتى تدخلوا السحب نهار الخميس وتقدر تربحوا معنا فوتشر لأربع أشخاص، وهي عبارة عن رحلة برمائية بتبدأ وبتنتهي من مركز برجمان الموجود بإمارة دبي. سؤالنا اللي كان مخبينا إياه اللون الأزرق كان كتير سهل وبيقول ماذا يسمى المقر الذي يتقاضى فيه المتخاصمون ورمزه ميزان العدالة؟ أغلب الأصدقاء حليمة وفاطمة والشلة وكما صديقتنا ندى جاوبوا إنه المحكمة. يا ترى صح أو خطأ؟ لازم نستنى شوية وقت لحتى ريمبو يخبرنا شو الجواب الصحيح، وأنتوا أكيد خلال هذا الوقت بضل عندكم فرصة تفكروا كتير منيح، تسألوا الموجودين معكم وتسألوا كمان جوجل إذا حبيتوا تتأكدوا من المعلومة، تتواصلوا معنا من خلال اتصال على الرقم الموجود قدامكم لحتى تزيد فرصتكم. فكروا كتير منيح أصدقائي، قربنا نوصل لنهاية الوقت، لسه عنا يعني أقل من دقيقة، لهيك اللي عارف الجواب بسرعة 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 يركض عن التليفون ويتصل فينا ويخبرنا شو الجواب لحتى يستغل الفرصة ويكون عنده ويقدر يكون نجم الأسبوع. عم بيقولوا لي قد ما كان سريع ما رح يلحق، لا بلحق، أنا أصدقائي كلهم شاطرين. بسرعة يا أصدقائي، يلا رح يخلص الوقت أصدقائي، بدأ العد التنازلي الخاص بهذا الوقت ورح ينتهي. ندى كانت آخر المشاركين معنا لليوم، انتهى الوقت أصدقائي. سؤالنا كان بيقول ماذا يسمى المقر الذي يتقاضى فيه المتخاصمون ورمزه ميزان العدالة؟ وأكيد صح المحكمة. ألف مبروك للي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. هون للأسف مشوارنا بينتهي معكم أنا وريمبو، لا تنسوا تشوفونا نهار الخميس لحتى نعرف شو مخبيلنا تحديات ومين نجم الأسبوع. هلأ صار وقت نقلكم باي باي.